قسم الغسيل الكلوي في مستشفى الجمهوري يفتح أبوابه من جديد أمام مرضاه بعد أن أغلق ولمدة أسبوع كامل. أسباب عدة كانت وراء توقف خدمة المركز تسببت بوفاة بعض حالاته. الأسبوع الماضي من السبت إلى الخميس تم إغلاق مركز الغسيل الكلوي في المستشفى الجمهوري بسبب انعدام أو نفاذ مادة من مواد الغسيل الكلوي، مما تسبب بحالة وفيات هنا. المرضى دخلوا في وضع كارثي. بدلة الغسيل تستخدم مرة واحدة لمريض واحد فقط. تكلفة البدلة ما بين 50 إلى 64 دولار لكل مريض، فبالتالي يحتاج إلى ميزانية مهولة. عبد السلام الشميري في العقد السابع من العمر هو واحد من هؤلاء المرضى. ظل الرجل يتردد بين المستشفيات من أجل عمل الغسيل ولم يجد من يلتفت إليه، ما جعل حالته الصحية تزداد سوءاً في ظل تدهور الوضع الصحي في المدينة. الوضع الصحي عندي وعند غيري يعيش في قسوة، يعني الذي لا يستطيع تنفس، الذي يصاب في الاكتئاب في السموم، قد يؤدي إلى الموت، قد يؤدي إلى الاختناق. استمرارية الحرب وحصار الميليشيات الانقلابية فاقم من معاناة المرضى، لكنه اشتد أكثر على القطاع الصحي، كما أن غياب القطاع الصحي عن اهتمامات الجهات الرسمية ضاعف من تدهور هذا الجانب، مما حرم المئات من المرضى من تلقي العلاج لولا مساهمة يسيرة من بعض المنظمات الإغاثية التي ساهمت في رفض القطاع الصحي ببعض الدعم. في هذا الجانب يتلخص تجاهل الجهات الرسمية عن الوضع الصحي في هذه المدينة، وعلى الجانب الآخر تعود الحياة رويداً بعد أن ساهمت المنظمات الإغاثية في توفير المواد اللازمة التي تساهم في إنقاذ هؤلاء المرضى. ليبقى السؤال الأبرز هنا: إلى متى سيستمر تجاهل الجهات الرسمية عن الوضع الصحي في هذه المدينة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.